وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد مهند سليمان النعيمي، مستشار الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الإعلام. مساء الخير سيد مهند، ونبارك لكم بداية هذا الفوز، ولو تطلعنا باختصار كيف بدأت فكرة نسمعك وكيف تطورت؟ مساء النور أختي مريم، والله يبارك في حياتكم. بالعكس، الفوز مو حق مهند، الفوز حق البحرين كلها وحق فئة الصمت. الفكرة بشكل سريع هي عبارة عن منصة تفاعلية لاتصال مرئي عن بعد عبر الهواتف الذكية، بتكون بين المواطنين والمقيمين والسياح من جهة كصم، وبين مزودي الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى. المنصة تعمل كوسيط ترجمة لغة الإشارة، بتكون عن بعد على مدار الساعة، تغطي شتى جوانب الحياة في حياة الأصم وبالشراكة مع القطاع الخاص، وخصوصا أختي مريم لما نعرف أن أكثر من 90% من تلك القطاعات ما تلم جيدا بلغة الإشارة، والأصم دائما يواجه صعوبة. الطموح يمكن والابتكار في هذه الفكرة هي أن من خلال تطلع لتحويل البحرين إلى بحرين اللي هو البلد صديق للصم، اللي هو بحرين ديف فريندلي، بحيث نحن نتمكن أيضا من أن نستقطب ملايين السياح في العالم اللي يبحثون عادة عن دول تسمعهم. أيضا الطموح يمكن فيها أيضا أن البحرين تتحول لمركز اتصال إقليمي، تتحول لتجربة عالمية في مجال خدمة الصم، وهذه أسوة طبعا بمراكز الاتصالات العالمية اللي نشوفها حق الشركات والبنوك واللي تستعين عادة مراكز تكون خارج البلدان نفسها. نعم سيد مهند، هذه هي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة، لو تطلعنا على هذه التجربة سواء في المرة السابقة أو هذه المرة. بكل صراحة يمكن أجمل ما في التجربة نفسها هو التنافس بيننا كجميع الزملاء المشاركين والمتأهلين، سواء للمرحلة الأولى الأربعين فكرة أو النهائية اللي كانت 12 فكرة من أجل خدمة البحرين وأهلها. والأجمل أيضا لما تعرفين أن حجم المشاركة كل سنة قاعد يزيد عن السنة اللي قبلها، والسنة كنت تقريبا وصل لأكثر من 660 فكرة. ولله الحمد وزارة شؤون الإعلام والكفاءات من منتسبيها دائما نحرص أن نشارك في مسابقات الابتكار الحكومي سواء في هذه النسخة أو حتى في النسخ السابقة، ولنا الحمد لله العديد من الزملاء مثل أخوي الدكتور يوسف محمد، الأخ أيمن الفردان، الأخت حنين الدوي، الدكتورة لولو بدلامة وغيرهم. نعم. وهاي الحمد لله يعكس فعلا حرص ورعاية الأخ العزيز علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، سعادة الدكتور عبد الرحمن بحر، اللي دائما يحفزون الموظفين أن يشاركون. منتسبي وزارة الإعلام دائما ما يتسلحون أختي مريم بشعار واحد خلال مشاركتهم في جميع النسخ، وهي رؤية ونهج سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اللي دائما كان يقول حب التحدي وعشق الإنجاز. نعم السيد مهند سليمان النعيمي، مستشار الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الإعلام، شكرا جزيلا لك.